انا بس ليا سؤال، مشروع اسمه طريق الحرير اللي عاملاه الصين، والمشروع الثاني اللي اتكلم عنه سياده الرئيس، مشروع الخط اللي بيربط او الطريق اللي بيربط القاهره وكيب تاون. الحقيقه المشروعات دول الاثنين دول اتكلمنا عنهم كتير، لكن محدش هينفذ ده ويقومه ويسوقه ويقوم بيه اذا مصر ما عملتش هذا. احنا عشان نبقى عضو فاعل فعلا في طريق الحرير او الحزام والطريق، لازم ننمي موانينا، لان احنا موانينا ربنا حبانا بموقع جغرافي فريد. موانينا كلها سواء برنيس من تحت او سفاجه او السخنه او السويس بورتوفيق او بورسعيد او دمياط واسكندريه على طريق الحرير. فاذا لازم كل المواني دي اللي جاي من شرق اسيا، مش جنوب شرق اسيا بس، لا اقصى شرق اسيا اليابان والصين وكوريا وجنوب شرق اسيا مرورا بافريقيا واوروبا الى الامريكتين، كل ده مر بمصر. اذا احنا لازم نطور موانينا، وده انا لسه بقوله دلوقتي، نطور موانينا بشكل كبير جدا عشان نبقى فعلا نجتذب كل التجاره العالميه دي. احنا كحكومه وبتوجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء وفخامه الرئيس كان بيشدد على هذا، ان احنا العمليه الانتاجيه لا تتوقف مهما كانت التحديات والتبعيات اللي جايه لنا نتيجه هذا الفيروس. كان توجيهات مشدده ان احنا العمليه الانتاجيه لا تتوقف. كل الدراسات بتقول ان الاتجاهات والتوقعات في الاسواق الرياضيه، الاهتمام بالرياضه النسائيه وتواصل الزخم نحو مزيد من الاهتمام لرياضه المراه، التطور المستمر للرياضات والالعاب الالكترونيه هيكون ليها مستقبل كبير جدا في اقتصادات الرياضه.